حتى انت بحك كحلي. لا اليوم الوانك حلوه صراحه. انت بعد والله شوف هاي شوف شوف يناسب الدعايه كوب الاسبريسو. صباح الخير. صباح النور 30 اكتوبر اليوم 2019. صباح الخير مشاهدينا. صباح الخير مشاهدينا. خلص الشهر في باكر بعد 31 في 31 اليوم ان شاء الله حلقتنا راح تكون متنوعه. راح نتكلم اكيد في فقرتنا الاولى مع الاستاذه ازهار الشعله عن معنى الطلاق العاطفي، وفي الفقره الثانيه انا سعيده جدا لانضمام الزميله اسماء الشيخ في فقره الازياء مع عبير أشقر. عبير طلعت ويانا ذاك الأسبوع، هاي ثاني ظهور لها في البرنامج، وعندنا أكيد تغطيتنا الخاصة بمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، وما نستغني عن فقرة المطبخ مع الشيف أنيسة الحواج. ومضت اليوم تقول فشلك لا يعني أنك فاشل، بل يعني أنك لم تنجح بعد. يعني في النهاية راح ينجح، لازم يكون في إصرار بعد، ما يصير بس كذي خلاص. أنا الصراحة يعني ما أخاف لا يعني أحط توقعات إنه ممكن أنا أفشل، بس أنا أخاف من الفشل. أنا بعد أنا ما جازف لأني أخاف من الفشل. إيه أنا أخاف من الفشل. هذه مشكلة في أنك ما تقدرين تسوين وايد أشياء في حياتك. روحي المطبخ. يلا نروح المطبخ. لا بس في المطبخ إحنا إن شاء الله ناجحين. إن شاء الله. ناجحين ناجحين في المطبخ. صباح الخير شيف. صباحك الصباحي والورد والتفاحي. صباح الناس مرة. صباحش عشر وثنتين. هاي الصباح هاي الصباح. شلونك شيف؟ الحمد لله بخير. شيف شنو عندنا اليوم؟ شنو هالاشياء والالوان كاخضر اليوم؟ كلوروفيل اليوم. اي اليوم كل اشياء مغذيه واضح. ايوه يعني راح نستخدم في طبختنا. راح طبختنا هي الكيكه المالحه للفطور. أه. الريوق يعني حلو، فيعني حلوه حق العزايم، حق تجمع الاصحاب والصديقات، عجيبه حق الاجازات. حلو. ممكن نبرز كل هاي الاشياء قبل بيوم وحزه الحزه، بس نخلط دي على دي وخلاص تصير عندنا الكيكه. حلو. شنو المقادير شيف؟ مقاديرنا راح نستخدم 4 بيضات، عندنا كوب 1 بروكلي، كوبين سبانخ، عندنا كوسه مقطعه نوع كوب 1، وعندنا كوب جبن، وراح كوب ونص مل حليب، وعندنا اللي هو طبعا هاي اختيار الفلفل دائما يكون اختياري. حلو. فلفل احمر مقطع ناعم، وعندنا بودره الثوم، وعندنا الفلفل الابيض والملح. والملح هالمره بنحاسب على الملح لان الجبن هو اوريدي موجود فيه الملح. اوكي يعني. شيف بما ان احنا قدامنا يعني الكيكه المالحه هي تعتبر نوع من انواع المخبوزات، بس انا ما قاعده اشوف طحين. أيوة. مو قاعده اشوف يعني بيكنج باودر. برافو عليك. اي وين يعني هذا السر؟ ايه؟ سرنا قهوه. هذا سرنا. ها. الخبز، خبز الصاج. خبز هذا الصاج. هذا السر للمكون الرئيسي لهذه الطبخة. احنا اللي بنسويه الحين راح نبدأ نقطع خبز الصاج. اوكي. اوكي. ونسوي سلايسز، كأننا نسوي يعني مكرونة طويلة هاللون او شيء، لأنه هو اوريدي مخبوز، فاحنا ايش بنسوي؟ راح نقطع هيك. أنت بس سويتي رول؟ بس. والحين بتقطعينه. بالضبط. عدل؟ أنا سويته رول، لفيته هاللون تقريبا رول وطويته روله وطويته، والحين راح اقطعه بحيث انه ايش؟ بحيث انه يصير سلايسز، يصير يعني هيك شرايح. حلو. هاللون، وهذه هو مكوننا الرئيسي مع الخضار، وطبعا الخضار مفيده ومغذيه وحق الفطور يعني يعطينا. واصلا يعني السبانخ مع البروكلي مع الكوسه خلطه حلوه. حلوه يعني انا في انواع من الخضروات احبها تكون مع بعض. إيه فهاي اللي قدامي انا احب يكون مع بعض. وبعدين دائما كل الاشياء الخضراء ممتازه يعني حق الدم على اساس الكلوروفيل الموجود فيها. والسبانخ اسفه والبروكلي مع الكوسه اثنينهم هذولين ممتازين للرئه، للجهاز التنفسي. حلو جميل. مع وجود فيتامين A بقوة فيهم في هالاثنين. طبعا هذا البروكلي فيه كثير من الفيتامينات، بس أنا أحب أن أسويه في هالوقت من السنة على أساس تغير الجو. تغير الجو. تغير الجو. حلو. فهي يعني مثل ما تقولين يعني مفيد حق الرئة وحق المناعة بشكل عام وللصحة يعني. أيضا وللصحة بشكل عام. صح. أي نعم. إنزين. وبعدين هذه حق الأولاد اللي مثلا من النوع اللي مثلا مش كثير مع الحليب، هذه ترى فيها يعني كوب ونص حليب، يعني حتى مثلا دا تسوين حق الأولاد ومع الخضار الموجودة فيها
صدقيني بياكلونه مع الجبن ممتاز يعني. حلو. ممتاز. زين شيف انت الحين قاعده تقطعين الخبز، شنو الخطوه الثانيه اللي عقب تقطيع الخبز؟ عقب تقطيع الخبز راح اللي نسويه نكسر البيض، راح نكسر البيض مني اوكي الاربع البيضات ونخلطها زين زين، وبكل بساطه كل اللي نسويه نلم كل هذه المكونات مني. حلو. بس as simple as this يعني، ما راح نسوي اي شيء اكثر من كذي. كوب ونص حليب قلتي شخص؟ كوب ونص حليب. زين اربع بيضات وكوب ونص حليب كافي كم شخص تقريبا؟ نقدر نقول ست اشخاص؟ ايوه من ستة لثمانية اشخاص حقيقة. من ستة لثمانية اشخاص. حلو. يعني اذا مثلا عزيمة او شيء مثلا نجيبني. على فكرة انا يعني لاحظت تلاميذي دائما اذا يخلطون دائما يسوونه بهيك الطريقة. وهو صح ولا غلط؟ 100% غلط، لان انت لما تخلطين لما تسوينه بهاي الطريقة انت تشيلين المكونات من دي الجهة الى دي الجهة. دائما الخلط يمين يسار. يعني كتماني راح تشوفين هاي خلاص انخلط عندي تماما. اوكي اوكي صح. فهذه بعد يعني مثل ما يقولون ومضة مثل ما يقولون في برنامجكم. معلومه معلومه صحيح. انزين وهذه ابي اضيف الخضروات. شنو اضيف؟ ابي اساعدك. اضيف كل سبانخ. الخضروات نحطها كل السبانخ الموجوده عندنا. ليش السبانخ؟ لان السبانخ ترى الحين يبين وايد بس بعدين بتشوفينه كله يذبل. صحيح. انزل البروكلي شف كله كل شيء مع بعض. والكوسه كله. نعم. الجبن الحين ولا بعدين؟ الحين كل شيء الحين. الحليب والفلفل. وانا راح اتحكم. انزل الحليب الحين؟ ايوه. اوكي. وانا راح اتحكم في الفلفل الابيض. طبعا هاي كلها اختياري الفلفل والهذي على حسب الرغبه. وهذه بودرة الثوم، حط منها كمية صغيرة بس لأن هي ضرورية مع تعطي طعم لذيذ مع الخضار. وين راح نحط الفلفل؟ راح نحط الفلفل ونكمل تقطيع الخبز ونضيفه عليهم. زين أنا أحس أبي أقلب بالكفشة أحسن. إيه طبعاً. نضيف الخبز الحين على هاي المكس؟ نضيف الخبز على هاي المكس لما أوكي. نقطعه راح نضيفه عليه. وبعدين هل تحتاجين الشيف ولا خلاص؟ هاي خلاص. خلاص هاي. اللي بنسويه ايه؟ بعد ما نضيف الخبز على هالخضروات اللذيذه هذه اللي لونها حلو زين، راح نحط الطابه على النار، نحط شوي زيت ونبدي نقليها ككيكه كامله. حلو. طبقه واحده كامله. اوكي احنا تقريبا وصلنا لنص خطوات او نص او ثلاث ارباع الخطوات. ثلاث ارباع طريقنا حق الكيكه. شوف انا بروح حق بدر وبرجع لك اكيد. مشاهدينا الحين راح ننتقل وياكم على الهواء مباشره، لكن اعتقد الهواء بيكون عند بدر صح؟ صح شيماء. بنتقل معاكم مشاهدينا على الهواء مباشره لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات مع الزميل يحيى العمري اللي راح ينقل لنا اجواء معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019. صباح الخير يحيى. صباح الله بالنور زميلي بدر وزميلتي شيماء. انا الان بالفعل متواجد في اليوم الثالث من معرض البحرين الدولي للدفاع، هذا المعرض الهام الذي بات وجهه للعديد من الشركات الدوليه المصنعه للاسلحه والعارضه للاسلحه الدفاعيه الجويه والبريه وايضا البحريه واجهزتها التشغيليه. اللافت في هذا المعرض هو حجم المشاركات العربيه لشركات مصنعه وشركات مجهزه للعمليات العسكريه والاسلحه الدفاعيه على اختلافها. انا الان متواجد هنا في الجناح الخاص في دوله الامارات العربيه المتحده، هذا الجناح الثري بالعديد من المشاركات العديد الدفاعية والأسلحة الخفيفة كذلك كما تشاهدون خلفي تماما. معي ضيفي على الهواء مباشرة البحث والتطوير في شركة كركل العالمية لصناعة الأسلحة. لو تحدثنا ماذا تعرض هذه الشركة تحديدا هنا في هذا المعرض؟ إن شاء الله. أول شيء حاب أني أرحب فيكم وأرحب بالجمهور من مصنع كركال، مصنع الإمارات للأسلحة الخفيفة. نبدأ صغيرة عن كركال. كركال كانت بدايتها 2007 بأول منتج قدامكم كركال F، هذا كان بدايتنا والحمد لله الحين فوق الـ 12 منتج.
ومن اهم منتجاتنا في الاسولت رايفلز ارويك اياها ان شاء الله. من اهم منتجاتنا في الاسلحه الهجوميه اللي هي الكار 816، يمتاز بخفته ودقته. عندنا اكثر من سبطانه، عندك من 7.5 لين 16، يعتمد على التطبيق الميداني فيه. وكركال الحمد لله كل سنه تنزل منتجات جديده. عندنا قناصات، قناصه 50 وقناصه، نعم تفضل، عندنا القناصه ال 50 كاليبر، قناصه ال 50 كاليبر. القناصه هاي تمتاز بدقتها على 1800 متر، والقناصه هذه مضاده للدروع. عندك بعد القناصه 308، القناصه 308 تمتاز بدقتها على 800 متر. 800 متر شنو يميز كركال واسلحتها بشكل دقيق حتى تكون الصوره اوضح لدى المشاهدين؟ كركال تمتاز يا شيخي انها تغطي كل التطبيقات. مثال عندك القناصات هذا للقنص الفردي، عندنا قنص الجماعه، عندنا القناصة هناك 308 تشوفون قدامكم. هذه القناصة تمتاز بالقنص الجماعي، وهي نفس الدخيرة القناصة اللي 7.62. وعندنا من 9 ملي اللي هو المسدس، عندنا بعد مسدس رشاش. مسدس رشاش عندنا 3 تطبيقات فيه وثلاث سبطانات، كل سبطانة لها مدى معين مع اكسسوارات مثل كواتم وليزر وفلاش لايت. نعم. الاخ عبد الله راشد المنصوري ومشاهدينا الكرام، هذا الشرح الوافي الذي قدمه لنا الاخ عبد الله راشد هو كافي وشامل، وليوصل الصوره والرساله بان دوله الامارات العربيه المتحده دائما سباقه ودائما ما تبهر مواطنيها وتبهر اشقائها في دول الخليج وتبهر العالم كذلك بانجازاتها التي دائما ما تكون في الصداره في المجال الصناعه العسكريه، في مجال رياده الفضاء، في العديد من المجالات الهامه التي لطالما كانت مميزه فيها. حفظ الله دوله الامارات العربيه المتحده، وشكرا لك على هذا الشرح الوافي. اذا زميلي بدر اعود لك، وبالتاكيد ساعاود مره اخرى لنقل وقائع هذا المعرض الهام الذي يحتوي على العديد من المميزات في هذه النسخه. شكرا لك يحيى، واكيد لنا عوده لك مره اخرى خلال هذا الصباح، يعطيك العافيه. شيماء عندي لك سؤال، اعرف جوابه بس بسالك دم مكتوب. شنو؟ انت يعني من الناس اللي عادي تسلمين على شخص ما يسلم عليك؟ تبي الصراحه؟ يعني يوم سويتها وما يردون علي، وليحين اسلم وما يردون علي، حسوا شوي، حسوا يا اخي مره مرتين ثلاث، والله اي صراحه اسلم، لان يعني هاي اخلاقي انا. صح، واللي ما يسلم هاي اخلاقه هو. بالضبط، هاي كان سؤال علي الحداد اليوم حق الناس، خلينا نشوف. هاي عاد يمكن اعرف الاجابه على الاشخاص بعد. صباح الخير. في ثقافة ينقال لها الثقافة البائسة، واللي هي إذا ما سلم عليك ما تسلم علي، وإذا ما عايد عليك ما تعايد علي، وإذا ما باركتي لي وأنا والدة أكيد ما بارك لك وأنت يا والدة. خلنا نشوف نبض الشارع ورأي الناس في هالموضوع. لا بالطبع، لا بادر بالتي هي أحسن طبعا، خلى الجميلة تطلع منك على ما يقولون، وكلنا بنفسه طبعا. واللي يتعاملون بهالثقافة شو تقول لهم؟ على اللونج تيرم، على مدى طويل، راح تبدد العلاقات، الصحبة والأقارب وهذا راح تخف على مدى البعيد. لا هذه فيها أسلوب معلوم، لازم مبارك لك طال عمرك، أنت سمع، وإذا ما باركت لك هذا شيء ثاني طال عمرك. شو تقول حق الناس اللي يتعاملون بهالثقافة؟ أقول له والله أوجه لهم نصيحة أنكم تباركون وتهنون، والله يوفقكم إن شاء الله على كل حال. غلط أكيد غلط. تعامل فيها؟ لا أكيد، كل واحد يطيب أصله، يعني هاي يرد على أصل الواحد. إذا أهلك ربوك عدل وتربيت على مبدأ التسامح. إذا واحد شافك سوي روحه ما يشوفك وأنت تعرفه علاقتك فيه زينة، هل تعامله بالمثل؟ لا. وإذا كررها؟
لا بحاول اني ما ابتعد منه برضه. حاولت تبتعد؟ اي نعم. هذه يسمونها الثقافة البائسة، تتعامل فيها يعني؟ مو مرة يعني، على حسب طبيعة الشخص، أقول عامله في مثل ما يعاملك. يعني أنت تتعامل بالثقافة البائسة، هل أنت مقتنع فيها؟ والله أنا ما أدري إيش أقول لك يعني، هي طبيعة في غريزة البشر يعني. الثقافة البائسة إذا أنا ما عيد عليك ما تعيد علي، تتعامل فيها؟ لا طبعاً. أنا من الناس اللي أنا أبادر بالمعايدة، من بعد صلاة العيد أو صلاة الصبح أعايد الكل. يعني وإذا تكرر معاك الموقف؟ ما عندي مشكلة. لكن حصرا بس ما يكون في موقف فيه إساءة كبيرة. ذاك الوقت لا خلاص. إيش تقول حق الناس اللي يتعاملون بهالثقافة؟ غلط، غير تفكيرك، غير منطقك، غير البيئة اللي أنت حواليها أو العزلة اللي أنت حاط نفسك فيها. وطلع على الناس، شوف المجتمع، الناس حلوة، الناس طيبين، وإنك تنشر السلام لحاله يعني يكفيك. الله مستعان، أخذ أجر وعيد عليه مرة ثانية وأسلم بعد. لا أبداً أبداً، الواحد يعامل الناس بمبدأ وفكره، فلا يعيد ويسلم، بالعكس هذا من ديننا بعد. أقول الواحد يأخذ أجر ويتعامل بدينه وبأصله وبمعرفته، ما يمشي على هوى الناس طبعاً. والله زين منا بعد أدري إنك يوب يعني تقرير خلاني كذي يعني أتذكر مواقف، أتذكر أشياء، بس ما في أحد ما مر بهالأشياء. أي والله صدق ما في أحد ما مر في هالأشياء. مشاهدينا خلونا نبتدي مع أولى فقراتنا اليوم. الطلاق العاطفي هو علاقة زوجية منتهية الصلاحية لكنها مستمرة، يجبر فيها الطرفين على الاستمرار فيها يعني إلى أجل قد يطول أو يقصر، يعني هذه في النهاية يعود على قدرة الزوجين على الاستمرارية مع بعض. أكيد نكتشف تأثيره على الأسرة وشون نتخطى أو كيف ممكن نحن نتخطى في حياتنا مع هذه الأمور اللي ممكن أنها تحصل بين الأزواج. اليوم راح تكون معنا الأخصائية الاجتماعية والمدربة الأسرية أزهار الشعلة. أزهار صباح الخير، حياة إن شاء الله ويانا ثاني مرة في استوديو شمس البحرين. حبيبتي إن شاء الله، يا هلا صباح الخير. الحمد لله الله يسلمك. أول شيء نبي عرف المشاهد على الطلاق العاطفي، قالت لي اكسباير منتهي الصلاحيه. اي خلاص المنتهي صلاحيته. شنو هو شنو علامات الاستخدام بالضبط؟ شنو هو الطلاق العاطفي؟ شنو العلامات اللي تدل عليه؟ الطلاق العاطفي احنا ممكن نطلق عليه العدو الصامت، لانه يدخل الى العلاقه الزوجيه بين الزوجين بشكل جدا هادئ، حتى يمكن هم ما يشعرون فيه في البدايه. اي نعم، فيمكن هم يتوقعون ان هذا شيء طبيعي يكون في حياتهم، فلذلك احنا اطلقنا عليه العدو الصامت. من علاماته علامات كثيره. اولا نشوف العلاقه بين الزوجين، كل واحد ما يكون متقبل الثاني، او اذا مثلا قعد مع الطرف الثاني يحس انه هو غريب وما يبي يقعد معه، يتهرب منه. نشوف الزوج مثلا يحاول انه يطلع من البيت، الزوجه نفس القصه. هذه تكون من احد العلامات اللي تشير انه في طلاق عاطفي بينهم. ايضا النقد المستمر. النقد المستمر من احد العلامات اللي تدل في طلاق عاطفي بين الزوجين. يوصلون الى مرحله كل واحد ما يتحمل الثاني، فهذه من اهم علامات الطلاق العاطفي. بعيد الشهر بعيد الشهر. الزهار، ما هي انماط الطلاق العاطفي؟ وهل فعلا انه يعني الاهتمام الزايد بالزوج ممكن انه يؤدي او يؤثر، وممكن انه يعني يتسلل الطلاق العاطفي من غير ما احد يحس، من غير الزوجه او الزوج يحسون؟ طبعا الطلاق العاطفي احنا ممكن في البدايه يكون على شكل صمت. دائما احنا نحس ان اذا انا سكت في اي مشكله، في مثلا عندي مشكله بيني وبين الزوج وانا سكت، فانا يمكن يكون ان صمتي حل حق المشكله. هاي طبعا هاي شيء خطا. الصمت يولد ماذا؟ الانفجار، لان كل مره بتسكت الزوجه ولا الزوج بيسكت، ما بيعبرون عن مشاعرهم الداخليه بشكل صحيح، فبالتالي بيؤدي الى ماذا؟ الى تراكمات، وجود تراكمات في حياتهم الزوجيه، بالتالي الى الانفجار. فهذه شكل
الطلاق العاطفي يكون. الاهتمام طبعا الاهتمام احنا نعتبره من اهم الركائز الاساسيه لنجاح العلاقه الزوجيه. بالعكس يعني انا اشوف ان الاهتمام والاحترام من اهم ركائز نجاح العلاقه الزوجيه. بالعكس اذا كان في اهتمام راح يتولد الحب، العلاقه تكون مستمره بين الزوجين. هل الحال هو طلاق يعني في النهايه لا سمح الله اذا 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 طال الموضوع ولا في هناك حل؟ طبعا اخوي بدر المشاكل الزوجيه بين الزوجين كثيره. احنا يعني انا كاخصائيه اجتماعيه اي مشكله تجيني مثلا كاستشاره مستحيل اقول لهم عن الطلاق، يعني دائما نسعى الى الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح في اي مشكله الاسريه، لان كل مشكله ولها حل. صح. الحياه الزوجيه عباره عن ماذا؟ عباره عن منحنى يا يرتفع او ينزل. فما في حياه زوجيه تكون على خط مستقيم خاليه من المشاكل الا في الجنه طبعا. فاحنا دائما نقول كل مشكله ولها حل، نقعد نعرف شنو الاسباب، نتعرف على شنو الاسباب اللي ادت الى وجود هذه المشكله، ونتفق مع بعض ان نوجد لها الحلول. حلو. يمكن استاذ ازهر في الثلاثه واربع اسئله الاولى يمكن كان التركيز اكثر على الزوج والزوجين، لكن اذا كان في ابناء، كان في اطفال صغار في السن او مراهقين، شلون نقدر ان احنا نجنبهم هذه المشاكل او هذه الصراعات اللي تصير في البيت او هذه البرود والهدوء؟ طبعا شيماء، هو الطلاق العاطفي ما يقل خطورته عن الطلاق الفعلي، يمكن حتى يكون اشد منه، لانه يكون له تاثير جدا سلبي على نفسيه الزوجين وبالتالي تنعكس على نفسيه الاطفال. فإذا كان في طلاق عاطفي بين الزوجين شلون راح ينعكس على الأبناء؟ الزوجين يمكن يكونون أكثر شيء يركزون على أن هم شلون يلبون الاحتياجات اليومية للطفل لأبنائهم، شنو هم الاحتياجات اليومية، بعيداً عن اهتمامهم عن أن هم يقدمون مشاعر حب، مشاعر الحنان، مشاعر الإحساس بالأمان. فراح تنعكس بصورة سلبية يمكن تطلع على المدى البعيد على شكل اضطرابات، قلق، توتر، اكتئاب. فشلون راح تنعكس على الأبناء؟ الأبناء هذه المشكلة راح تكسر شوكة طفولتهم. شلون؟ الطفل إذا وصل إلى مرحلة المراهقة وكان في طلاق عاطفي في المنزل راح شو يسوي؟ إذا وصل مرحلة المراهقة راح يبحث عن هذا الحب وين؟ خارج الأسرة. راح يبحث عن هذا الحب خارج الأسرة، ويمكن يكون بأي شكل من أشكال الانحرافات بالإضافة إلى الضغوطات النفسية. خلينا يمكن نوصف الجو داخل البيت عادة شلون يكون في الطلاق العاطفي، وشلون ممكن أن الطفل يتأثر؟ هل أن يمكن الأب والأم يطلعون مثل ما نقول حراتهم في الطفل، ولا يشوف الخلافات اللي تصير، ولا يشوف الصمت اللي قاعد يصير في البيت؟ طبعا اكيد يعني هو هذه المشاكل اللي قاعده تصير في البيئه المحيطه في الطفل، مو بس يشوفون يعني الطفل، حتى من يعني مجرد ان ارتفاع الصوت بين الزوجين راح ياثر عليه بتاثير جدا جدا سلبي ويشعر فيه. يعني احنا اطفالنا ما شاء الله عليهم، يعني حتى مجرد النقاش، مجرد انت تقعدين مع الزوج وتتناقشين معاه، اي الولد يسال ماما ايش فيكم، ايش صاير، في مشكله، على طول يسال. فالاطفال جدا يعني قوه الملاحظه عندهم كبيره، فيلاحظون هذه المشاكل بين الزوجين. نبي الحل، شلون يقدر الزوج او شلون تقدر الزوج انها تتخطى هذه المرحله، مرحله الطلاق العاطفي، وترجع الحياه حلوه وترجع المياه لمجاريها مثل ما يقولون؟ طبعا الحل جدا سهل وجدا بسيط. في البدايه لابد على الطرفين الزوج والزوجه التعبير عن مشاعرهم السلبيه وعدم كبتها، لان الكبت يولد الانفجار. كل حياه زوجيه قلنا فيها مشاكل، نقعد نتعرف شنو المشكله، نقعد نتكلم مع بعض، نصارح بعض، نناقش بعض، نتحاور مع بعض، اني نقعد مع بعض على الطاوله ونطلع المشكله على الطاوله، نوجد الاسباب والحلول لهذه المشكله. فطول ما انا عرفت الاسباب والحلول والاسباب اللي تؤثر على اللي تؤدي الى هذه المشكله، راح اتوصل بشكل جدا بسيط الى الحل. ايضا لازم في نقطه جدا مهمه، يعني انا دائما احب اركز عليها، ان لابد على حتى المقبلين على الزواج لابد ان يكون عندهم المام كافي بمفهوم الزواج، ما هي الحياه الزوجيه قبل الزواج. ايضا لازم بعد يعرفون الطرفين ان الزواج مو ملكيه احد، مو ملكيه احد فيهم. لابد على الطرفين ان كل واحد يعطي الطرف الاخر شويه من الحريه، يعطيه احترام. وفي نقطه ايضا جدا مهمه، حسن الظن.
صدقوني كل ما كان حسن الظن موجود بين الزوجين راح تنحل المشاكل بينهم ان شاء الله. حلو. كنت في نهاية هذا اللقاء نشكرك استاذه ازهار الشعله، وان شاء الله نشوفك في المرات الجايه ومواضيع تفيد المجتمع فعلا. شكرا لك. ان شاء الله. عفوا. شكرا لك استاذه. استاذن بروح المطبخ لانك معاك ولنا عوده حق الشيف انيس. خلطنا البيض والخبز الصاج والخضره، البيض والجبن والخضره، يا سلام. يعني الاشياء الصح، شوف شلون شكله، اي خضار اليوم خضار. وهذه الخبز اللي سويناه قطعناه، الحين نضيف الخبز، راح نضيف الخبز مني. اوكي، ونبدا نخلطه زين. وبعدين راح حطيت انا مني شويه زيت، شويه زيت خفيف. أوكي. اوكي، عشان ما يلصق لي في القاع. وراح اخلطه وابدا اوزع مني على دفعات. أوكي. يعني دفعات ايش؟ يعني مثلا دفعه اولى مثلا نص الربع، وبعدين النص، وبعدين للاخير هيك. اوكي، يعني بهاي الطريقه. الحين راح اخلط كل مكوناتي، وبعدين شوي شوي ابدا احطه. ترى هاي الطبخه ابدا ما تاخذ وقت ابدا، بس لما يعني الواحد يحملها ويروح على كضيف اصلا أحد. هي إيه ترى هاي من اختراعي. هاي من اختراعي، انا كنت اسويها يعني لما كانوا لي هالصغار كنت اسوي لهم على اساس انه ياكلون خضار يعني من الصباح. أوكي. يعني هيك يعني، واشوف خلاص يعني مشينا على هالحال يعني. عجبهم الموضوع وخلاص. للحين ماما سوي لنا الكيكه باكر الصباح. ذاك اليوم شف سويت البيض نفس الطريقه اللي قلت لك. ايه، كانت صعبه بالنسبه لي. اي سويتها. بس بعد اللي انت سويتيه احلى صراحه. لا اي والله صحيح، لانه هو سهل. بس ما ارتفعت البيضه شف عقب ما استوت. لا ترتفع. والله ترتفع. يمكن الماء ما كان النار خفيفه. ايه كلش. ايوه انا خليها بقول لك، لان اذا البيضه بارده وش يسمونه، اذا البيضه بارده و نزلت للقاع والقاع بارد راح تلصق. اوكي، فهي المفروض لا، الماء يكون ساخن يعني الماء يفور بعدين تبنده. اوكي، وخلص على اساس انه ما يحرك البيضه لما تحطها. وتحط البيضه راح تلاحظها تلم. أوكي. على بعض وبس تستوي بترتفع. يعني اكيد. الحين نبدا نسوي الباتشز اللي مثل ما قلت لك الحين هيك، يعني بهي الطريقه. اللون هل نسوي نفس الطبقة يعني كاملة كذي؟ اي نسوي كيكة. كيكة بالضبط. كيكة بالضبط. اي كيكة الخضار بالخبز. ترى عجيبة هذه. هيك. والله هاي ممكن شف نستغلها ساعات لما الواحد يطلب مشاوي يجيبون وياه الخبز اللي في البي كله. ويزيد وايد الخبز. ترى عجيب. فممكن يستغلونه انه يسوون الصبح. اي بالفعل هاي صحيح. راح نحط الباقي هاللون. نتاكد من الخبز كله انخلط. اوكي، لان في عندي واحده هني ما راضيه تنخلط. زين شوف على الكميه عوده شلون اللي فوق بيستوي، وهل احنا بنقلبه عقبه ونخليه نغطيه؟ نغطيه ونخلي حوالي كذي 15 دقيقة وبعدين راح نقلبه. اوكي، هذه الجزء الأول. والنار شلون تكون؟ هادية ولا وسط؟ وسط. أول شيء تكون شوية عالية وبعدين نخليها وسط. هيك. ترى احنا تقريبا يعني لاحظ احنا ما سوينا ولا شيء، اشياء اللي سويناها جدا اشياء بسيطه. اي مجرد خلط دي على دي على دي. اوكي، وخلص. يعني انا كنت ايام الاولاد صغار كنت ابرز كل الاشياء في الثلاجه، وبعدين خلاص الصباح دي على دي على دي. خليها الحين 15 دقيقه تقريبا. بخليها 15 دقيقه وبعدين اقلبه على الجهه الثانيه. اوكي، نرجع لك. اي شوف، وبنرجع حق مشاهدينا، لكن بعد ما نروح فاصل قصير ومن عقبه راجعين نواصل وياكم فقرات شمس البحرين. خليكم ويانا. We'll be right back.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، والحين راح نرجع ننتقل لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ونشوف الأجواء هناك مع الزميل يحيى العمر. يتفضل يحيى، شلون الأجواء عندك؟ نعم زميلي بدر، لا زلت أنا متواجد هنا في المعرض، وهذا المعرض الذي يزخر بالعديد من المشاركات العربية، المشاركات الإماراتية مرة أخرى، مشاركات هامة. شركة آيس سبوت، هذه الشركة التي أقف أمامها الآن، هي شركة مصنعة للقوارب الحربية وتتميز بالعديد من المزايا التي لفتت العديد من الجهات العسكرية للتعرف واقتناء هذا السلاح البحري. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي ضيفي على الهواء مباشرة، ماريو الحويك. الأخ ماريو، أهلا بك أولا في مملكة البحرين. شكرا. تحدثنا، ما الذي يميز شركة آيسس ولماذا أنتم متواجدون هنا في مملكة البحرين؟ آيسس بوت، نحن مصنعين ليدر بالمنطقة هنا، مصنع ريجيد انفليتابل بوتس، كله كاستمايز حسب الطلب. ونحن هلا أهمية مشاركتنا بهالمعرض إنه نحن لنفرجي للبحرين، للكوستجارد، للنيفي، إنه نحن قريبين منهم. اللي بدهم إياه نحن بيصير كاستمايزيشن، كل بوتس حسب الطلب، حسب المهمة اللي يبون يسووها نحن بنصنع البوت أكوردنجلي. ما عندنا بوت باكج أي بي سي بتنقي واحد بنشوره، ونحن كله حسب الطلب، كله ميشن سبيسيفيك، يعني حسب المهمة بنصنع الطراد. كله مثلا هيدا يعني لو توضح لنا شنو اللي يميز هذا البوت الموجود حاليا عندنا في المعرض. هيدا البوت مثلا فيه كذا براءة اختراع ما بتلاقيهم على غير بوت. مثلا فيه الفوم تيوب، الفوم تيوب هيدا في حال لا سمح الله فات بولت على يعني رصاصة على الفوم ما بينفس، لانه الفوم ما بيشرب مي ابدا. بيتنتين عنا اياها لهيدا البوت اللي هي ريفرس تشينز هال ديزاين، اذا فينا اذا ببين معك على الكاميرا، هي ديزاين تبع الهال. هيدا مش موجود ولا مطرح، هيدا ديزاين لقلنا بس. المي بتجي تنزل نزول سبراي، ما في سبراي ابدا على العالم يلي على البوت، يعني كله دراي رايد. هيدا ما بتتبلى المي. وغير عن هيك، لانه هيدا هل ريفرس تشن هال ديزاين نحن مسميها، بترفع لك البوت انت عن المي، عندك اقل فريكشن، سو عندك مور سبيد نمبر 1، نمبر 2 عندك مور ايكونومي بيجر رينج، لانه ما عندك فريكشن، فانت ما بتصرف بنزين كتير. سو فيك تروح على مسافه اطول بهذا البوت بنفس الانجن، نفس الفيول تانك، بياخذك مسافه اطول. والبرفورمانس عندك اياها ماكسيمم بيرفورمانس، يو كان جيت حتى على فول سبيد، يو كان ميك فول تيرن، لانه هذا الديزاين بصير مثل الشفره عندك اياها بقلب المي، دازنت دريفت اور دراج، ما بيزحط ابدا، يعني فول سبيد يو كان ميك شارب تيرن. هيدا بيرفورمانس بوت، نحن كل اللي بنصنعه كاستمايز بوت ميليتري، كله هيفي ديوتي، ماكسيموم هيفي ديوتي في يكون عندك اياه. يعني مثلا الماتيريال تبع الهايب تبع اليوتيوب اسمه هايبالون، منه بي في سي، هايبالون معمول خصوصي ليتحمل حراره ورطوبه عاليه مثل الطقس اللي عنا اياه هنا بالخليج. وغير عن هيك كل شيء ستانلس ستيل اكويبمنت، الومنيوم اكويبمنت، كله مارين جريد. يعني مثلا ستانلس ستيل بيستعمل 316L اللي هو مارين جريد، خاص للمياه العالية الملوحة. نعم، وكل شيء نحن بنصنعه ان هاوس، يعني عندنا بالمصنع تبعنا ما بنعمل اني سب كونتراكتنج، يعني التيوب نحن بنعمله، الهال نحن بنعمله، الستانلس ستيل، فيول تانكس، كل شيء نحن بنعمله. سو في عندنا كنترول على الكواليتي، على الكونسيستنسي، وطبعا ديليفري تايم، لانه ما عندنا سب كونتراكتنج برا، كله نحن بنصنعه. سو يو جيت ذا بيست كواليتي كونسيستنسي، كله اندر اور كنترول. والديليفري تايم نحن ليدر كمان ان ذا اندستري، يو كان جيت يور بوت ان ريكورد تايم. الاخ ماريو، يعني هذه المزايا التي شرحتها عن هذا البوت، لماذا انتم مصرون على تواجدها في هذا المعرض؟ لماذا هذا المعرض مهم بالنسبه لكم لتتواجدوا فيه هنا في مملكه البحرين؟ نحن بدنا نفرجي انه البلدان العربيه عندها القدره، نحن الكواليتي تبعنا بتوازي بل احسن من القصص الغربيه الامريكانيه. نحن الكواليتي عنا سوبر، يعني اوريدي مستخدم البوت تبعنا مع البحرين بي دي اف، رويال جارد، كوست جارد، كله بيستخدم البوت تبعنا، سو بيعرفوا الكواليتي. ونحن بدنا نفرجيهم انه نحن الكواليتي هيدي ممتازه وراح بتضل ممتازه، ونحن على قد تطلعاتنا وتصوراتنا ان شاء الله. شكرا لك اخ ماريو. شكرا على وقتك هذا الثمين وهذا الشرح الوافي. اذا مشاهدينا الكرام، الاجهزه الدفاعيه البحريه هنا تتميز بها دوله الامارات بهذه المشاركه بهذه الشركه، شركه آيس سبوتس، هي من احد الشركات الرائده في الصناعه العسكريه، وتتواجد هنا في مملكه البحرين لعرض منتوجاتها العسكريه وعرض صناعاتها العسكريه. خطوات هامه تخطوها الدول العربيه والشركات العربيه في مجال الصناعه العسكريه والتكنولوجيا العسكريه. هذا كل ما لدي زميلي بدر، وعوده لك في الاستوديو، وبالتاكيد سنعود لكم مرة أخرى من زوايا أخرى ومختلفة من هذا المعرض الهام، معرض بايدك 2019.
شكرا لك يحيى العمري، ما قصرت الصراحة على هذه التغطية، عيشتنا الأجواء في المعرض. ايش عندنا شيء ماهين؟ عندنا الحين زميلتنا أسماء الشيخ، راح ننتقل لها أكيد مع فقرة الأزياء، ومعها عبير أشقر. صباح الخير عبير. صباح الخير أسماء. صباح الخير بدر وشيماء. طبعا أنا سعيدة لانضمامي معاكم في الاستديو، راح نطلع عليكم مشاهدينا كل أسبوع كل أربعة، أنا وخبيرة المظهر عبير أشقر، واللي راح نطلع عليكم ونقدم لكم نصائح في عالم الجمال والموضة. عبير، الأسبوع اللي راح تكلمتي مع شيماء في الألوان، والألوان عالم كبير ومتفرع، بس تذكرين المشاهدين بأبرز النقاط اللي ذكرتيها الأسبوع اللي راح. أول شيء صباح الخير أسماء، صباح الخير للمشاهدين. الحلقة الماضية حكينا، بالفعل حكينا عن تحليل الألوان، اللي هو هيدا تكنيك نحن كخبراء مظهر بنستخدمه حتى نعرف شو الألوان اللي بتناسب الفرد. مثل ما بتعرفي في ألوان كتير بتخلينا هيك شحبين، ألوان بتخلينا هيك نبين فريش فايبرنت. الحلقة الماضية حكينا بشكل عام، بس ما كان عنا للأسف ما كان عنا وقت أعطي تيبس للمشاهدين كيف هن بيقدروا يختاروا الألوان بتناسبهم وهن قاعدين بالبيت. حلو. بدون يعني ما يعني يستخدموا تفاصيل أكثر في هذه العالم. بالضبط. اليوم حنعطي هيك فاشن تيبس عن تحليل الألوان، وشو الألوان اللي بتناسب كل شخص، وممكن هول يعني المشاهدين ممكن يستخدموها بالبيت. ستيب يعني تو ستيبس هن. Very simple يعني كتير شغلة كتير بسيطة. شنو هي هذه الخطوات؟ أوكي. أول شيء بدنا نبلش بالألوان الميتاليك. الألوان الميتاليك هي الجولد والسيلفر مثل ما بتعرفي. أوكي، ممكن يكون عنا بالبيت نحنا كمشاهدين، ممكن يكون عندكم بالبيت أنتوا تجيبوا قماش يعني جولد وذهبي وفضة. أوكي، ولازم ما تكونوا حاطين ميك اب على درجة البشرة الحقيقية. بالضبط، اللي بنقلها نحن under skin tone. يعني هي البشرة اللون اللي الله خلقنا فيه. أوكي، حتى لو كانوا عاملين مثلا تان، حتى لو ما بيأثر. حلو. أوكي، هي لون الunder skin tone اللي ما بتشوفيها أنت بالعين يعني. يعني أهم شيء ما تكون حاطة ميك اب تعتمد على لون بشرتها الحقيقة عشان تقدر صحيح تحدد هل اللون يناسبها ولا لا. صحيح، ولازم يكون وما يكون في artificial light، لازم يكون ضوء طبيعي. يعني يقعدوا جنب الشباك مثلا، يكون في إضاءة نور طبيعي، ضوء الشمس، لأن بصير في انعكاس وبيصير في ظل، وهذا الشيء ما حيعرفوا حي. وأكيد بيختلف من الإضاءة الصفراء للإضاءة البيضة بعد. Exactly. مشان هيك لازم يكون في ضوء يعني ضوء شمس طبيعي. أوكي. صحيح. أول شيء بيجيبوا ما في ميك اب طبعاً، لازم يكون لابسين أبيض تي شيرت أو قميص بيضة. أي. مش أسود، لأن الأسود بيسحب اللون. أوكي. ولا ألوان تانية، أبيض. بيجيبوا الجولد أول شيء بحطوها هيك على وجههم. أي. أوكي. فهون في بيكون في مراية قدامهم، فهون فين يشوفوا هن إذا في صار في ظل على وجهن، معناتها هيدا لون غلط. أوكي. وإذا اللون كتير قوي ما انمزج مع لون البشرة، معناتها كمان هيدا لون غلط. شلون يعرفون إذا اللون صح عين؟ أوكي، لأن بتحسي وشك منور. أوكي. وما بتحسي فيه إنه ظلال على وشك. أوكي. بس خليني أحط لك هيدا نجرب عليه. أنت يعني المانيكان تبعنا اليوم. أوكي. أوكي، عنا الجولد حطيناه على أسماء، وعنا السيلفر كمان. اوكي، هلا انت ما بعرف اذا شايفه على الكاميرا على الفريم، بس هون بنشوف انه الجولد صح ولا لا. معظم العالم بتحب اسماء الجولد، لون الذهبي يعني معظمنا. أي. اوكي، بس لازم تكون كتير دقيقين بهذا الشيء، لان الميتاليك بيعكس اللون على الوجه. أوكي. فاذا اللون غلط ببين وجهك شاحب، ببين فيه تحت عيونك اسود، هالات سوداء، حوالي يطلع عيوب البشرة أكثر صح؟ بالضبط. فهيدا حسيت هيدا منور لك وشك أكثر. أوكي. يعني أنا ناسب درجتي تناسب عليه، بس بعد لازم أشيك بدون ميك اب أحس. بالضبط. هلا بس إنه حتى مع الميك اب حطيتيه أنت لون السيلفر مناسبك أكثر، هيدا عطيكي هيك مصفرة يعني عاطي لونك شاحب. أوكي. لون السيلفر منور وجهك منور أكثر. اوكي حلو. فالمشاهدين فيهم يعرفوا هالشيء هيدا، انه اذا ما في هالات سوداء تحت عيونهم، ما انعكس شادو اسود، ما في ظل، معناتها انه هيدا اللون بنسبهم. وممكن اذا ما عندهم كمان قماش، ممكن يستخدموا جولري الاكسسوارز. احنا عندنا اليوم اكسسوارز.
عنا اكسسوارز بس هولي انه مثل ما بتعرفي يعني كلياتنا بنحب نلبس هلا الاكسسوار كثير دارج يعني ما فيك تعملي اللوك بدون ما تحطي اكسسوار على ليكمل اللوك معك فلازم كمان ننتبه بين السيلفر وبين الجولد يعني حتى في هاي التفاصيل الصغيره انه يعني الاكسسوار ياثر حتى على لون البشره او انعكاس لون البشره اكزاكتلي ليش لقلك ليش انه بينعكس بياثر الاكسسوار كثير خاصه النكلس العقد والحلق لانه قريب على الوجه أوكي. وهو اللون بيتفاعل مع لون العيون ولون الشعر ولون البشره فاي لون اي لون ما مناسب لبشرتك ممكن تلبسيه هيدا حكيتها بالحلقه الماضيه بس لازم تكوني بعيده عن وجهك اوكي فلان تعرفي انت بس واحد يتعرف عليك او يحكي معك بيكون الفوكس على وشك انت صحيح سو الوش كثير مهم يعني يعني بالالوان بس عبر احنا مثلا يعني اذا تقولين حق واحده اللون الاحمر يناسبك اللون الاحمر في درجات وايد هل اذا قلتي لها اللون الاحمر يناسبك هل كل درجات اللون سؤال الاحمر حلو. يناسبها هيدا السؤال بيرجع للموضوع اللي حكيت فيه بالنسبه للجولد والسيلفر ايه؟ الاشخاص اللي حسوا حالهم انه لون الجولد بيلبق لهم معناتها هول الاشخاص الالوان الدافيه بتمشي معهم اذا لون الجولد حطيناه علينا وحسينا انه بيتماشى معنا معناتها انه كل الالوان الدافيه بتلبق لنا اللي هي احمر ايه؟ مش كل درجات الاحمر الاحمر اللي على اورنج أوكي. اللي دافي لون احمر دافي اما الاشخاص اللي مشي معهم لون السيلفر اوكي لون الفضه نسبهم اكثر معناتها هول الاشخاص بفوتوا بخانه الاشخاص اللي بيلبق لهم الالوان البارده بنقلها كول كولرز اللي مثل ابيض مثل كحلي مثل اسود مثل احمر بس الاحمر الترو ريد اوكي مش الاورنج يعني كل شيء مضروب باصفر يبتعدوا عنه لان رح يغير لهم لون البشره حلو اخر ستيب اللي شوي اللي بلخبط شوي بالالوان هاي تكنيك بنستخدمها نحن خليهم يشوفوا العروق اللي بايدهم أوكي. شوي غريب القصه إيه؟ اوكي العروق اللي بالايد نحن ك يعني ك بشر اكزاكتلي إيه؟ اوكي في عنا عروقنا يا لونه ازرق يا لونه اخضر على بيربل انت شو عرقك شو لونه فرجين انا ما مبين كثير على ازرق شوي انت مزرق يعني انا واضح اكثر اذا بتشوفي هون ازرق ولا ازرق لا على ازرق اي سو انا الالوان كل الالوان البارده يعني السيلفر بيمشي معي الاسود من احلى الالوان علي الازرق الكحلي الجراي كلهم هول الالوان بتناسبني ببتعد كثير عن لون الاصفر ببتعد عن الالوان الدافيه فالمشاهدين شوفوا إذا رايح على الأزرق يعني ألوان باردة إذا رايح على الأزرق يعني ألوان باردة يعني بعده عن ألوان الدافية وإذا رايح على أخضر مخضر معناتها أنه أنتوا كل ألوان الدافية بتناسبكم حلو عبير أنا عندي سؤال يمكن تكلمتي عن اللون الأسود وأنا من البنات أو وايد في بنات أغلب ثيابهم سودة ويعتمدون على الأسود بشكل صحيح. كبير في الكبت ف هل صحيح ان الاسود يناسب الكل ولا في درجات بعد من الاسود ممكن ان احنا نصنفها من ضمن الدرجات في الالوان بالفعل هو الاسود هو بنقول له رويال كلر حكيت عنه بالحلقه الماضيه لون بنقول له سيف كلر لون امن يعني ليه العالم بتلجأ للون الاسود لان بتحسه لون ما ممكن يغلطوا فيه وممكن ينمزج مع اي لون ثاني سو بنحس حالنا سيف اللي بخاف من الالوان وبتشوفي في ناس بس انه على الوان نيوترال اللي هي بيج نيوترال كلر ايرث كلر أنا اسود يمكن من هاي الاشخاص بالضبط يعني يا اسود يا كحلي يا بيج اي معظم العالم هيك هلا الاسود بيمشي مع كل البشرات طبعا بيمشي مع كل البشرات بس في الاشخاص اللي ميلين شوي للالوان الدافيه يفضل انه يلبسوا فيهم يلبسوا الأسود لأن مثل ما بنقول إنه هو كلاسيك كولر ورويال كولر ما فينا يعني لازم يكون عنا بالخزينة لازم صحيح ممكن يلبسوه بس يفترض إنه ينمزج مع لون دافئ لتكسري برودة هاللون يعني إحنا نستفيد من هذه المعلومة نمكس معها يعني اللون الأسود لك مثلاً هيدا لون أسود أي. أوكي أنت لابسة أسود لابسة دراس إنه مثل ما بتعرفي كلاسيك إذا رايحين مناسبة قالا دينر او شيء لازم يكون عندنا مثلا بلاك دريس بخزنتنا ما فينا نقول انه ما بيلبق لنا اسود بيلبق للكل هيدا الاسود اوكي اذا انت من جماعه الالوان الدافيه اوكي شو بتعملي بتروحي بتحطي اكسسوار جولد
أوكي. تلبسي نكلس جولد، حلق جولد، لا تكسري هيدا اللون شوي اللي هو قوي عليك. حلو. وإذا أنت من الناس اللي ألوان باردة cool color مع الأسود وفيك تلبسي لحاله أوكي. لأن هو هيدا لونك. حلو. يعني هو لونك أنت كمان لأن أنت cool color. خبيرة المظهر عبير أشقر، شكرا على المعلومات اللي أعطيتينا إياها اليوم، وإن شاء الله مشاهدينا راح نطلع عليكم الأسبوع القادم بموضوع جديد، انتظرونا. أما الحين خلونا ننتقل للبدر وشيماء. شكرا أسماء، يعطيكم العافية. شكرا عبير، شكرا عبير. بدر عروجة زرقة، زرقة. أنا عروجي خضراء، وأنتم قاعدين تسولفون قاعدين نشيك في روحنا. يعطيكم العافية، نشوفكم الأربع الجاية. اليوم عندنا كيكة مالحة بدر. اليوم عندنا الكيكة المالحة. أول شيء ممكن نعبر عن شعورنا من عقب الصالون الأمسية، الصراحة كانت عجيبة. صدق إن إحنا ما نحب الحامض أو شيء ما، لكن تفضل عبر عن شعورك. عجبتني وايد. كليت الصالون كلها؟ فيها كوكونات، وإحنا وايد نحب الكوكونات. بالعافية بدر. الله يعافيك. إنزين، شنو عندنا الحين؟ الحين كملت كيكتنا، انتهزت. أنا حبيت أخلي آخر خطوة علشان يعني المشاهدين يشوفون الطريقة اللي بنقلبها على صحن التقديم. حلو. صايرة شنها أوملت صح؟ اي بس هاي فيها خبز، فيها خبز يفرق، خبز عشان توصل كيكة. أيوة. حلو. عندنا اختراع الشيف طبعا. عندنا صحن. فايش بنسوي؟ راح نحطه بهاي الطريقة. أوكي. ونبدأ نقلب، نحط يعني يدنا هني مثل ما يقولون good support يعني، أوكي، نتأكد على راحتنا ما فيها شيء هو، نقلبها بهاي الطريقة. خوف شفت احترقين انتي؟ أوكي. لا أنا أمفهم. ونحطها مني ونبدأ كلام. لا أنا ليش قلت إن كأنها أومليت؟ لأن فيها بيض وريحتها خنينة، ريحة الصبح. حبيبتي طبعاً نقدر نزينها بمكونات الطبق نفسه. حلو إن مثلاً نحط فيها نفس الأشياء اللي كانت موجودة بالطبق. ممكن نحط فيها مثلاً، أنا حطيت فيها فلفل، ممكن نحط الفلفل مثلاً كزينة كديكور. كديكور. حلو. نكسر الألوان، نكسر الألوان بالضبط. وممكن نحن نحط طماط، وبعدين ممكن نحط سبانخ وشوفوا يعني شقد سهل طبقنا وجميل ومغذي وشكله حلو. وشكله حلو يعني هاي في العزومات لما يعني احد يدخل كذي حامل كيكه في يده حق الريوق. اي لا حلو شكله. حموضة عزايم الريوق بعد. الناس صارت تودي اشياء وايد كرييتيف واشكالها حلوه. بالضبط. فهاي يعني وسهلة، دي الأشياء كلها موجودة بالبيت، يعني ما في شيء مثلاً الواحد يضطر إنه يروح يشتري مغذي. وصحي ترى، كلها خضروات وبيض وحليب. كلها خضروات وبيض حديد وأشياء مفيدة حق الشتاء. أي صج طبخة شتوية. طبخة شتوية. وبهيك نكون وصلنا للشكل النهائي لطبقنا. النهائي لطبقنا. يعطيك العافيه شيف. ربي يسلمنا. شكرا وايد. ما قصرتي. ان شاء الله تعجب المشاهدين يا رب ان شاء الله ويطبقونها لانها بالفعل لذيذه وسهله، سهله كثير يعني. اكيد ان شاء الله. وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نشوفكم باكر في حلقه الخميس ولا صح خميس الخميس. اي شوفي عندنا شويه مفاجآت فضروري تتابعون الحلقه ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. باي باي.